بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا متابعينا الكرام، انطلاقاتنا تستمر والتحديات تستمر على أرضية ميدان المرموم تحفة ميادين السباقات. في هذه اللحظات تعلن انطلاقة شوطنا الثاني عشر الذي خصص للزمول المهجنات الأصايل. مباشرة أتقدم مع هذه الشعارات والأسماء مقدمة الشوط، أتابع المركز الأول في هذه اللحظات ما بعد انطلاقة كل الشعارات والأسماء. مشاكل سعيد بن ضاحي بن حمد المزروعي ينطلق على المركز الاول ويقدم مشاكل. النقلة الى المركز الثاني، سياف القادم كردوس بن محمد بن سالم العامري المقدم انطلاقاته، سياف على المركز الثاني. والنقلة الى المركز الثالث، وتابع راهي محمد بن حميد بن سلطان هنا القادم في هذه اللحظات، ولكن القدوم في هذه اللحظة نعم من شعار بالكديد. المركز الرابع الشمردل لناصر بن محفوظ بن خميس الجنيبي القادم على رابع المراكز. والمركز الخامس يتواجد ما يخصك لعلي بن سليم بن سالم العويسي القادم في هذه اللحظات على المركز الخامس. المركز السادس يتواجد تواق لسالم بن احمد بن محمد بن دري الفلاحي القادم على المركز السادس. والمركز السابع وتابع ملفت حمدان بن راشد بن محمد بن دحروي العامري القادم في هذه اللحظات. شعاري بن دحروي ينطلق على المركز السابع ثامن المراكز. المركز الثامن وتابع المركز الثامن يتواجد على ثامن المراكز براق لسلطان بن عبيد بن سالم بن حمد الراشدي القادم مع براق. والمركز التاسع هنا ياتي شعار سالم بن عامر بن راشد المدهوشي القادم في هذه اللحظة ويقدم مطوف على المركز التاسع. عاشرا يتواجد عزام لسعادة صالح بن محمد بن نصرة العامري. هكذا هي النتيجة، هكذا النداء الأول للعشر المراكز المتقدمة والحاضرة في هذه اللحظات. مشاهدينا متابعينا الكرام، نتابع الأسماء الواصلة والشعارات المنطلقة مع هذه الانطلاقات والتحديات الصباحية ضمن الأشواط المفتوحة. بعدها سننتقل إلى أشواط الإنتاج والمنتجين، عودة إلى الصدارة، عودة إلى المقدمة. مشاكل لا زال على المركز الأول. سعيد بن ضاحي بن حمد المزروعي ينطلق على المركز الأول مقدما مشاكل. تواق سالم بن احمد بن دري الفلاحي هادم الشبل يقدم تواق على المركز الثاني. النقله الى المركز الثالث، ما يخصك لعلي بن سليم بن سالم العويسي القادم على المركز الثالث. النقلة إلى المركز الرابع، يتواجد في هذه اللحظات مطوف الواصل لسالم بن عامر بن راشد المدهوشي. ياتي المدهش يقدم انطلاقات مطوفة في هذه اللحظة على المركز الرابع. المركز الخامس يتواجد الشمردل لناصر بن محفوظ بن خميس الجنيبي القادم
الزعيم العناوي يتواجد ويقدم انطلاقة الشمردل. انتصفت 6 كيلومترات. نتابع المركز السادس الوصول من قبل عزام لسعادة صالح. في هذه اللحظة بن محمد بن نصر العامري يقدم انطلاقته. عزام والقادم كذلك ملفت حمدان بن راشد بن محمد بن دحروي القادم بن دحروي المقدم انطلاقات ملفت. وكذلك شاهين سعيد بن سليم بن حربي العامري قادم بن سليم وسياف كردوس بن محمد بن سالم العامري كذلك ينضم مع هذه الأسماء والشعارات المتقدمة والحاضرة. مشاهدينا متابعينا الكرام على أرضية ميدان المرموم نتابع الشعارات القادمة خلف العشر المراكز الواصلة والزاحفة إلى ميدان المرموم. مرضي على المركز العاشر لمحمد بن حمود بصير الجنيبي. هكذا هي النتيجة، هكذا النتيجة الثانية للعشر المراكز. ولكن أعود إلى الصدارة، أعود إلى المركز الأول. لا زال المزروعي، لا زال مشاكل سعيد بن ضاحي بن حمد المزروعي ينطلق على المركز الأول. يغادر 2 كيلومتر، ما تبقى عن خط النهاية. يا بن دري يا راعي تواق سالم بن احمد بن دري، راعي وزن قادم في هذه اللحظات. المدهش والمدهوشي القادم سالم بن عامر بن راشد المدهوشي مع طوفان القادم. مطوف القادم. ومن الواصل شعار العويسي الواصل مع ما يخصك علي بن سليم بن سالم العويسي على المركز الرابع والمركز الخامس. هذا مرضي ذعنا في المركز العاشر وبدا يتسلل من مركز الى مركز. محمد بن حمود بالصغير الجنيبي من يقدم مرضي والوسمي. اول نداء للوسمي هادي بن عبد الله بن سالم بن ركاض العامري. وكحيلان وشعار النادر سيل بن عبيد بن يميع السبوسي قادم مع كحيلان. اول نداء لكحيلان. وكذلك القادم البلنتي في هذه اللحظات مع رامس بن محمد بالضبيب العامري. قادم شعار بالضبيب العامري. الكيلومتر الاخير وكذلك الوصول من حبشان حمدان بن محمد بن راشد بن غدير. يقدم حبشان ونبهان لمحمد بن نابت بن محمد بن خيله قدم. وبالسالومي كذلك قادم مع الجذاب هنا محمد بن حمد بن سالم بالسالومي الدرعي. اعود الى الصداره، اعود الى المقدمه، الى المركز الاول، الى الصداره، الى المركز الاول. هذا اللي غير مرضي الجنيبي محمد بن حمود بالصغير الجنيبي على المركز الاول. ما يخصك لعلي بن سليم بن سالم العويسي. وشعار النادر قادم مع كحيلان سهيل بن عبيد بن يميع السبوسي قادم. وكذلك البنتلي القادم رامس بن محمد بضبيب العامري بضبيب. والنبهان محمد بن نابت بن خيله. واللحظات الاخيره ما بين بضبيب العامري ما بين النادر بن يميع وما بين بن خيله. اللحظات الأخيرة، الأمتار الأخيرة. يا بن خيلة يا بن يميع راح بالحصيلة بن يميع النادر ونديه.
الشبع سلام تهانينا والناموس للسيل بن عبيد بن معسوسي على فوزك حيلان بالمركز الاول. المركز الثاني شعار بن خيله، والمركز الثالث شعار بالضبيب، والمركز الرابع ما يخصك لعلي بن سليم العويس. المركز الخامس الجذاب لمحمد بن حمد بن سالومي الدرعي. هكذا هي النتيجة. نعود مع التوقيت 9:47، 4 أجزاء من الثانية هو توقيتك حيلان للسهيل بن عبيد بن يميع السبوسي. تهانينا والناموس للنادر على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني 9:47، 9 أجزاء من الثانية هو توقيت نبهان لمحمد بن نابت بن محمد بن خيلة. المركز الثالث 9:48، 3 أجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني. مشاهدينا متابعينا الكرام، شعار رامس بن محمد بن ضبيب العامري. تهانينا والناموس للجميع.